السلام عليكم، كيفكم؟ شو أخباركم؟ اليوم راح نعزف شيء صغير بس حلو، اللي هي موشح شامي قدود، ما بعرف بالضبط شو بيسموها. أول عشرة محبوبي هدني خاتم ألماس. راح نشتغل على بيات الري شرق المي والسي، هدول تنتين. الإيقاع فيكم تستخدموا البلدي، فيكم تستخدموا الصعيدي، او حسب انتم شو بيناسبكم، لانه هذا التراث شغال على كل الايقاعات. راح نبداها من هون، نعزفها كلمه كلمه. اول عشرة هيك، اول عشرة محبوبي يا عيني، يعني صارت هيك اول عشرة محبوبي يا عيني، صارت هيك. هدني خاتم ألماس، نرجع نعيدها يمكن أنا خربطت الكبسين. هون في لازمة بدنا نعبيها أو تحشاية أو شو بتسموها. نعيد على البطيء، يعني نعيد العزف لحد هون. نعيدها، يعني هي نفسها بتنعاد، هذا قصدي ومطلوبي يا عيني، وهذا اللي بين الناس. ضل بخرب بالزر هذا، لانه بصبع واحد. معلش، شغل الايقاع. هاي ليش حلوة تحفظوها؟ هاي لما تكونوا عم تعزفوا غنية من التراث السوري فيكم تعملوها وصلة، يعني مثلا انت عم تعزف هاي فيك توقف تعمل فيريشن للايقاع وبتقلب على يا حلو يا مسليني مثلا، او من شباك لرميلك حالي تعلمناها بالفيديو الماضي، يعني هيك. فيكم كمان تقلبوا عليها، هاي كلها عم نتعلمها مشان الوصلات. يعني فيكم انت عبيات الريت تقلب فيها حجاز، اذا تحب تنوع مثلا تعزف فوق النخل مثلا. هيك يعني فيك توصلهم ببعضهم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا شيء من الفيديو، ولا تنسونا بالدعم حبايبي. يلا يخليكم، يلا باي.